سلام حبوبات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم وصفه اللي طلبتوها مني بزاف، وصفه لتضييق المسامات. هذه الوصفه فعاله، جربتها تساعد من التخلص من التجاعيد، الناس اللي عندهم تجاعيد، الناس اللي عندهم مسامات مفتوحه، وايضا الناس اللي تعاني من مشاكل في البشره وعندها حبوب. دونك تخوزونا هذه الوصفه، ونقول لكم باللي صدقوني مجربه فعليا مني انا في التخلص من الحب وايضا التخلص من التجاعيد. نحتاج في هذه الوصفه ثلاث مكونات لا اكثر. اول مكون اللي نحتاجوه مع بعض هو بياض بيضة. دونك تفصلوا الصفار عن البياض، نخفقوا شويه تاع البياض هذاك ونزيدوا له بودره الشب. باش منكم يقولوا ما نعرفوش واش هي بودره الشب. الشب ها هو مين سو بريزونت كوم سا، تروحوا تلقوه عند اي عطار تقولوا له اعطونا مثلا 10000 بودره شب. هذه بودره شب نستعملوها في عده ماسكات، دوك نوري لكم الماسكات اللي نقدروا نستعملوها فيهم. نتوما تحتاجوا ملعقه فقط، هاو الشب يولي اون بودره هكا، هاي البودره الشب هذا. ونحتاجوا ايضا ملعقه صغيره من جو سيترون والا من عصير الليمون. هذا الماسك نخلطوه نابليكو في وجهنا ونخلوه لمده 20 دقيقه، واليكم الفرق. مسامات نتخلصوا منها، بس هذه ما تقدرش تروح بمجرد انه نعملوا وصفه واحده، لازمنا البنات نصائح. هذا النصائح تتمثل في ثلاث نصائح نقدر نمدها لكم باش هكا يقعد الفعاليه تاع هذاك لو ماسك، تستعملوه مره في الاسبوع وديما تحافظي على البشره تاعك. اذا البنات اللي تعاني من مشاكل في البشره ما تقدريش يخرج عليك هذا لو ماسك بلا ما تستعملي مجموعه من النصائح. اول نصيحه انك تحافظي على نظافه البشره باستعمال غسول مناسب. دونك غسول مناسب هاو ليكم، كاين مجموعه من الغسولات اللي نستعملوهم حسب البشره تاعك، انت خيري الغسول المناسب للبشره تاعك، ما تغسليش بالصابون. ثاني نصيحه لي انك تستخدمي التونر المناسب الذي يساعد على اغلاق المسامات. نعرفوا انه التونر هو يساعد في اغلاق المسامات مش المسافات عفوا. وجبت لكم مجموعه من انواع، كاين هذا رخيص تاع اولاي، كاين تاع نيفيا، كاين تاع فيشي بالنسبه للبشره الدهنيه. دونك نتوما على حسب البشره تاعكم، واللي ما عملهاش وش هي الفوائد تاع التونر نقدر نعمل لكم فيديو ونقول لكم جميع فوائد التونر، وعندهم فوائد كبيره كبيره كبيره. النصيحه الثالثه واللي ما لازمكمش تتخلوا عليها اللي هي خلطات التقشير. لازم نحو هذوك لي بو مورت في لابو تاعنا باش ديما المسامات يبانوا لنا، باش نشوفوا وين المسامات تاعنا عادوا وين رانا في الريزلت تاع لو ماسك. باسكو اذا ما عملتيش تقشير تغطاها لابو مورت ومسامات تاعك من تحت مفتوحه وتقولي بلي اني تخلصت من هذه الوصفه وهذه ما كانش منها. نتمنى هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. لازمكم ديما ماسك ومعه نصائح، بمجرد انك تكملي عقبي مكعب تاع الثلج على الوجه تاعك باش تنغلق هذيك المسامات وما تبقاش مفتوحه. وان شاء الله